أفندي شرفي شوي كد في خاطري. حاضر. نعم، شو بتريد حضرتك؟ طلباتك ما راح تنتهي اليوم؟ ما بعرف والله، شلون شايفه انت؟ اليوم الافتتاح وبدي ادبر كل شيء. يعني شو صار، انزعجتي من طلباتي؟ لا يا تقبر قلبي ان شاء الله، بس شايفتك معجوق شوي كأنك رئيس فرقة بالأوبرا. أنيسة كنعان أو المعروفة بسعاد كريم، صاحبة الصوت الحنون والأداء الطبيعي، مؤسسة فرقة الأوبرا اللبنانية للتمثيل بالعام 1939. سعاد كسرت المحرمات وأدخلت أرملة اللبنانية منذ ما يقارب 75 عام إلى المسرح والدراما اللبنانية، وشاركت كبار الممثلين بالأفلام العربية. سعاد كريم لقبت حين بأمينة رزق لبنان، مثلت 54 فيلم صوروا جميعا بلبنان. هي اللي كانت تصر على التمثيل باللهجة اللبنانية فقط، فكانت خير سفيرة للممثلات اللبنانيات بالسينما المصرية. تكرم يا قلبي، دقيقة صغيرة بس حتعطيك بدلة جديد. أوام خد، بس ليك دير بالك ما تقوم تضيع منك. لا وقدريت والله انه قال سرقوا له العود يا حريق حريشون هلا هالسرقي. سعاد إضافة إلى أن أول فتاة مثلت على خشبة المسرح، هي أيضا أول فتاة تمثل عبر الإذاعة، حيث كانت بطل للمسلسلات بإذاعة الشرق الأدنى وإذاعة بي بي سي لندن وصوت باريس، وكانت هي تكتب أعمالها. سعاد الرائدة دائما، هي أول من أسس نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون سنة 1939 مع الصديق أبو سليم يلي بقي واقف حدا لغاية اليوم، وبالأخص خلال فترة مرضها. وعلى الرغم من عطاءاتها وإنجازاتها الكتيرة، إلا وإن لم تكرم على صعيد رسمي ولا مرة. حاضر. مفهوم؟ حاضر يا أستاذ حاضر. يسلم لي هالوش وبيعطيني إلهام بألحاني. الممثلة القديرة سعاد كريم بحاجة إلى عناية صحية مستمرة ومكثفة، بالأخص بعد وقوعها وإصابتها برأسها. سعاد بحاجة لالتفات صغير من الدولة، هي اللي أعطت كتير للفن اللبناني وما زالت عم تتوسط عند البعض لليوم للدخول إلى المستشفى. كيف أعطيته يا للعود؟ يقصف عمري، يقصف على هالفصل يلي عملته اليوم. شو هالحالي حتى؟